السؤال الثالث ينقلنا من الحج إلى شراء البيوت في أمريكا، القضية المزمنة المتكررة المعادة في مجالسنا كلها، في غدونا ورواحنا وفي ليلنا ونهارنا، لأن تأمين بيت هو الحلم الأمريكي كما تعلمون، وهو حلم مشروع إذا سعيت لتحقيقه بالأدوات والآليات المشروعة. صاحب السؤال يقول: أنا عندي فكرة تمويل بيت من خلال بعض الأصدقاء كمستثمرين في شكل أسهم لهم في البيت، على أن أشتري جزءا من نصيبهم كل عام حتى أنتهي من شراء الأسهم كلها، ويكون لصاحب كل سهم إيجار شهري مقابل نسبته في رأس المال حتى يتم بيع سهمه، على أن يكون له بعض الربح أيضا عند البيع، يعني عندما يبيع يربح وعندما يؤجل يأخذ أجرة طبعا. فبيقول لي إزاي نعمل، ما هي الفورمولا الشرعية، ما هي الصيغة اللي يمكن نصب فيها هذا العقد بحيث يكون عقدا شرعيا صحيحا لا ربا فيه ولا ريبة. أقول له: لقد كفاك مجمع الفقه الإسلامي الدولي الجواب عن هذا السؤال في قرار مباشر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 15 حول المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. تعالوا بنا يعني نتدبره معا فقرة فقرة ونطلع بنتيجة جميلة وملخصة ومريحة ومركزة بإذن الله. أولا بقول لك يعني مشاركة متناقصة، يقول هذه معاملة جديدة، معاملة جديدة، يعني ما فيش في تراثنا الفقهي ما يسمى مشاركة متناقصة، معاملة جديدة. ماشي الحال، الأصل في العقود والشروط الحل إلى أن يأتي ما يدل على المنع ما دامت العقود ملتزمة بالقواعد العامة للشريعة. معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع له دخل، يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر. تمام، يتعهد فيه أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيا، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري من الدخل أم من موارد أخرى. وأساس قيامها إيه؟ عقد يبرمه الطرفان فيما بينهما، ويسهم كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء كان إسهامه بالنقود أم بأعيان، قدم أرض، قدم عقار، قدم كذا، مع بيان كيفية توزيع الربح على أن يتحمل كل منهما الخسارة بقدر حصته في الشركة إن وجدت. طيب تمام، من خصوصيات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط وليس من كليهما بأن يتملك حصة الطرف الآخر على أن يكون الطرف المقابل بالخيار، وهذا بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب وبالقبول. ثم قال: يجوز لأحد أطراف المشاركة أن يستأجر حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محدودة، ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته. في فرق بين الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية، الليك من الروف ده صيانة أساسية فيتحملها كل طرف بقدر حصته في الشركة، لكن ما يترتب على الاستخدام والتشغيل ليتحملها إيه؟ الطرف المستأجر اللي قاعد في البيت. المشاركة المتناقصة على النحو هذا مشروعة إذا التزمت فيها بالأحكام العامة للشركة وروعيت فيها الضوابط الآتية. نعم، قال أولا: عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر
بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه. ما بنتفقش على سعر من البداية، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو ما يتم الاتفاق عليه عند البيع. أيضا ودي مسألة مهمة وتخطئ فيها كل الشركات تقريبا إلا من عصم ربك، عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين وحده مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمل على وعاء الشركة بقدر الحصص. معظم الشركات حتى الإسلامية بتحمل المشتري التأمين والضرائب والصيانة وكله، ولا تريد أن تتحمل من ذلك شيئا. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يدور اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة. ما ينفعش أقول أنا من حقي في أي وقت أخرج وأخذ فلوسي، لا، فلوسك دي تحولت إلى عقار تأخذ ثمن حصتك زادت أو نقصت، ما ينفعش. ولا في عقود المضاربة، ودي من أسباب المشاكل الموجودة في هذا البلد، حتى في عقود المضاربات العادية بعيدة عن قضية الشركات المتعلقة بتمويل العقارات. يعني يقول أنا استثمر معاك $100,000 في السيارات، بس في أي وقت أطلب فلوسي أديك 15 يوم ترجع لي فلوسي كاملة. يعني إيه يرجع لي فلوسي كاملة؟ فلوسي تحولت إلى سيارات، نبيع السيارات دي وخد ثمنها، لأن فلوسك دي أنا مش بنك، أنا خدت فلوسك دي حولتها إلى سيارات، حولتها إلى سلع، فإن أردت أن تسترد مالك نبيع نصفي ونبيع وخد ثمن السلع الموجودة، قلت أو كسرت زادت أو نقصت. دي تقريبا الصورة المجملة، الصورة المثالية الصحيحة لعقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك، كما نص على هذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. والقرارات المجمعية لها وزنها ولها احترامها ولها تقديرها، لأنها تصدر عن باقة من الفقهاء بالمناقشة مع الخبراء وإنضاج الأمر والوصول في النهاية إلى منتج يعني يقدم للقائمين على هذه الشركة.